الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. تحتل بعد أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، اللي هي أصلا بتحتل المرتبة الثانية من حيث كثرة الرواية، رواية الحديث بين كل الراويات عموما وبين أمهات المؤمنين خصوصا، بتيجي بعد كده ستنا أم المؤمنين السيدة ميمونة، وبيجي كمان أم المؤمنين السيدة أم حبيبة، وأم المؤمنين السيدة حفصة. كل دول بيجوا بهذا الترتيب بعد ستنا عائشة وستنا أم سلمة في رواية الحديث الشريف. وده اللي بيأكد دور أمهات المؤمنين اللي هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الحديث الشريف، في حسن تلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودقة البلاغ الأمة به رضي الله تعالى عنهن. السيدة ميمونة بنت الحارث، هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي على فكرة أخت أم الفضل اللي هي زوجة العباس. العباس ده يبقى عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أخت زوجة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستنا ميمونة أم المؤمنين هي برضو خالة سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هي تزوجت، أول ما تزوجت كان مسعود ابن عمر الثقفي، ده كان قبيل الإسلام وسابها، وبعد كده تزوجها أبو رهم بن عبد العزة فمات عنها، وبعدين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من عمرة القضاء، ده كان حوالي سنة 7 هجرية، في عام 7 هجرية تقريبا. وكانت ستنا ميمونة رضي الله تعالى عنها هي من سادات النساء،
وشهدت لها السيدة عائشة بذلك. يعني خير شهادة على ذلك ما ذكرته ستنا أو عنها ضرتها ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت بتتكلم مع ابن أختها، ابن أخت ستنا ميمونة اسمه يزيد بن الأصم. ويزيد ده كمان هنشوف هو كان من تلامذة ستنا ميمونة في رواية الحديث. هي كانت بتتكلم ستنا عائشة، حصل موقف كده مع يزيد ابن الأصم، وأقبلت السيدة عائشة بتلومه في أمر ما، هو يعتبر كده ربيب بيت النبوة يزيد بن الأصم، فهي شافت منه موقف ما لقيتش هذا الموقف أو لم تجد أن هذا الموقف موقفا ملائما، فبدأت تلومه أنت بتعمل كده ليه. وبعد ما خلصت لومها وتوجيهها هو بيقول يزيد بن الأصم ثم وعظتني، بيقول على ستنا عائشة، فبيقول ثم وعظتني موعظة بليغة، ثم قالت من ضمن بقى تبكيتها له على الفعل التي عملها، ثم قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ليزيد بن الأصم: أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ لأنه كان على طول عند خالته ميمونة وداخل في بيت النبوة وقاعد فيه، فبالتالي هي بتلومه، ده أنت يعتبر ربيب بيت النبوة من ضمن ما هي بتلومه، أن الله سبحانه وتعالى جعلك في بيت نبيه، ذهبت والله ميمونة ورمي بحبلك على غاربك، أنت ماشي بقى بمزاجك كده بتعمل اللي أنت عايزه، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. فشهدت لها السيدة عائشة بأنها كانت أشدهم تقوى لله وأكثرها رعاية لصلاة الأرحام، فهي كأنها بتذكره أنت إزاي يعني خالتك ميمونة التي كانت أتقانا لله وأوصلنا للرحم وأنت ربيب بيت النبوة يحصل منك الموقف اللي كانت بتلومه عليه. فكان ضمن سياق هذه المروية إثبات هذا الكلام الطيب في شأن السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها على لسان أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. والخبر ده بيفيد أن ستنا ميمونة ماتت قبل ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها. إحنا طبعا في السرد، سرد رواية الحديث لأمهات المؤمنين عشان نأكد كذب من يدعي بأن الحديث لم يهتم به وأن الحديث لم يحفظ وأنه لم يوثق، والطعن في السنة المتكرر بين الحين والحين، إحنا بناخد بيت النبوة زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن وعلى نبينا الصلاة والسلام، بناخدهم بالترتيب بحسب الأكثر رواية. فابتدينا بأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعد كده انتقلنا إلى السيدة أم سلمة، ثم إلى ستنا ميمونة رضي الله تعالى عنها. فروت أم المؤمنين السيدة ميمونة الحديث الشريف، السيدة ميمونة روت الحديث الشريف، وهي بتيجي مباشرة بعد أمنا الست أم سلمة، يعني ستنا عائشة الأكثر رواية، ثم السيدة أم سلمة، ثم السيدة ميمونة، كل ده في الترتيب حسب كثرة الرواية للحديث. وروى لها أو روي لها في الصحيحين البخاري ومسلم حوالي 7 أحاديث، انفرد الإمام البخاري بحديث والإمام مسلم بخمسة أحاديث، وروى عنها عدد كبير وأغلبهم من محارمها ستنا ميمونة. يعني روى عنها ابن عباس، وده حبر الأمة، سيدنا ابن عباس ابن أختها، سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن أختها أم الفضل، روى عنها كتير جدا، وهو يعني هو من هو. وابن أختها الثاني برضو روى عنها اللي هو عبد الله بن شداد، وابن أختها الثالث عبد الرحمن بن السائب، وغيرهم كثير، زي ابنها برضو ابن أختها الرابع يزيد بن الأصم اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه. فدول من محارمها رووا عنها كتير، لأن كان في سهولة أنهم بيدخلوا على يعني أمهات المؤمنين، واللي هي السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها. روى برضو عنها من طلاب علمها كريب مولى ابن عباس، كان اللي هو عند ابن عباس بيعمل عند ابن عباس، وكان بيدخل على عنده سهولة في الدخول على أمهات المؤمنين. ومولاها سليمان بن يسار كان برضو، عطاء بن يسار وعمران ابن حذيفة، ومولتها ندبة والعالية بنت صبيع وأم منبوذ، كلهن الموالي بتوعها دول كمان، يبقى القرابة بتاعتها كانوا طلاب علم ليها.
ينقلون عنها الحديث الشريف، لأن دول عاشوا مع النبي، زوجات النبي رضي الله تعالى عنهم، عاشوا تفاصيل كثيرة مع حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيرتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عظيم، وهم كانوا يرقبونه صلى الله عليه وسلم ويلاحظون جميع أفعاله وينقلون ما تعلموا، سواء كان النبي بيؤمر به بشكل مباشر أو بيشوفوه من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لو جيت تبص في سيرة ستنا ميمونة وروايتها للحديث، هتلاحظ أن مرويتها توزعت على هؤلاء الرواة السابق ذكرهم والقليل الآخر الذي لم نذكر، وأغلبهم أغلب طلاب العلم لستنا ميمونة كانوا من محارمها، ومن ضمنهم كان الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. إضافة إلى أن مرويات ستنا ميمونة غلبت عليها الصفة العملية، يعني إنها بتصف السنة الفعلية، بتصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ومع أهله. إن إحنا طبعا عارفين السنة قولية اللي هي الأقوال المباشرة من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو السنة الفعلية التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي كان يشهدها الصحابة الكرام وتشهدها في بيت النبوة آل بيت النبي، وكذلك زوجات النبي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وده اسمه السنة العملية، بيشوفوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويروه، أو التقريرية وهو إقرار النبي لبعض الأفعال التي كانت يبلغه أنها فعلت أو أنها كانت بتتعمل قدامه فيقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ده كله يندرج تحت عنوان كبير اسمه السنة. روي عن ستنا أم ميمونة في كتير من أبواب العلم، زي أبواب الطهارة والصلاة وغيرها رضي الله تعالى عنها. هي مروياتها ما كانتش كتيرة قوي، لكن مضمون المرويات كان دقيق جدا. وعاشت ستنا أم المؤمنين السيدة ميمونة في البيت النبوي حوالي 3 سنين، يعني 3 سنوات، وبقيت بعدها إلى عام 51 هجرية. 3 سنوات، وإن كانت الحقيقة مدة قصيرة، إلا إنها سمحت لها بأنها تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأحاديث. ساهمت الحقيقة الأحاديث اللي هي راوتها أم المؤمنين في إعطاء نظرة لينا مفصلة عن حياته صلى الله عليه وسلم في بيته، ودي ما فيش بيت مسلم ما بيحتاجش إليها. يعني بتشوف أحوال النبي في كل شيء، ومش ترويها بس أم واحدة من أمهات المؤمنين، ده بدءا من السيدة عائشة والسيدة أم سلمة وستنا ميمونة وستنا حفصة وغيرهم من زوجات النبي، أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا وأرضاهن. فهذا النقل الحثيث والدقيق لتفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال النبي وأقوال النبي، وهو الغالب في نقل أمهات المؤمنين، يعني الصفة أن بتلاقي السنة العملية كتير لأنهم شافوها، والفعل كمان يعني شايفين أفعال حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطرائق النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل معهن ومع الأولاد ومع من يدخلون عليه ومع صحابته الكرام، جوانب نقلت من داخل بيت النبوة على يد أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وكفى بستنا ميمونة شرفا، وإن كانت يعني هي عاشت الفترة القصيرة دي، إن قصة زواجها من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام نفسها فرع من الفروع المهمة جدا في الفقه الإسلامي، اللي الحقيقة قصة الزواج دي يعني كانت حواليها كتير من الآراء، كثرت وتعددت حول ذلك الآراء الفقهية، وفتح باب من الاجتهاد العلمي الكبير يفيد منه الفقهاء وينتفع به الناس في حياتهم، لأنه عمل الفقهاء في النصوص الشرعية، الفقيه المجتهد اللي ليه نظرة في اللي بيعمل في النصوص الشرعية، فكل فقيه له فهمه، فهوم العلماء، فهوم أهل الاختصاص بتفتح أبواب من الرحمات على الناس، لأن الناس بتتعدد طرائق حياتهم، الناس ليهم تعددات في أنماط الحياة نظرا لاختلاف الثقافات. ده في داخل البلد الواحد بيختلف الناس،
في طريقة المعيشة، في طريقة التفكير، في طريقة الحياة. البيئات بتأثر على نمط الإنسان الحياتي، فبالتالي الأخذ والرد وبيكون في اجتهاد من قبل الفقهاء والعلماء بيجعل الحياة يسيرة، لأنه هذا الدين روحه التيسير لا التعسير على الناس. فحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته الكرام ونقل أمهات المؤمنين لنا هذا العلم بهذه الدقة، سواء فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، هو أيضا من تأييد الله الكريم لرسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم بحفظ سننه، سواء كانت أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أو أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أقر به النبي عليه الصلاة والسلام. ورضي الله تعالى عن جميع أمهات المؤمنين، واللهم صلي وسلم وبارك على نبي الرحمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة من الحاجات المهمة اللي وإحنا بنقرأ في سيرة السيدة ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا معنيين بقضية رواية الحديث وحفظ سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه من تأييد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وجود أمهات المؤمنين، عشان كل أم منهن رضي الله تعالى عنهن، ورضي الله عن جميع وعن آل بيت النبي الكرام وعن صحابته الأبرار. كل واحدة منهن بتاخد جانب من جوانب النبوة الشريف وبتنقله للأمة، نقوم إحنا نحيا بأنواره في حياتنا. من الأمور المهمة اللي لازم ننبه عليها إنه من ضمن الحاجات اللي ساعدت على كثرة مرويتها مقارنة بغيرها من أمهات المؤمنين، إن هي رغم كنها آخر يعني من آخر ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من نسائي، أمرين. أول حاجة تأخر برضو وفاتها رضي الله تعالى عنها، ودي حاجة أنا لاحظتها في مع أكثر من زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، عشان حتى اللي كانوا بيطعنوا في كثرة زيجات النبي، شوف كم وعدد السنين، يعني هي لم تمكث إلا عدد يسير من السنوات، لكن ما بعد ذلك إنها مكثت فترة وماتت 51 هجرية، فده يعني أتاح للمسلمين إن هم يروحوا لستنا ميمونة وينقلون عنها العلم ويسألونها عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ويتأكدون منها في أمور كثيرة. ومن الأمور برضو اللي أدت إلى إنه كثرت مرويات ستنا أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، إنه أحد المكثرين من الرواية من محارمها. مين أكتر الناس اللي كان بيروي؟ سيدنا ابن عباس. سيدنا ابن عباس ده يبقى ابن أختها، يعني هي تبقى خالته. فسيدنا ابن عباس كان بقى متخصص في العلم، كان من آل بيت النبي الكرام رضي الله تعالى عنهم وعنهن جميعا، وكان معني بذلك، ده حبر الأمة، فنقل عنها كتير، لأنه بلا شك إنه دخوله وسهولة دخوله عليها وسؤالها بما أنها خالته في كثير من القضايا المختلفة، ده أدى إلى كثرة المرويات عنها، لأنه أحد تلامذتها وأحد طلاب علمها ابن أختها سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهن، لأن طبعا كان لأمهات المؤمنين حرمة خاصة، فما كانش رضي الله تعالى عنهم جميعا، ما كانش أي حد بيدخل عليهم في أي وقت، يعني كان في نظام وحرمة خاصة، لأن دول أمهات المؤمنين وزوجات النبي رضي الله تعالى عنهن. سيدنا ابن عباس بما أنها خالته فكان هو من محارمها، كان بيقدر يدخل أي وقت ويسأل اللي عايزه، وبالتالي كل هذا العلم أثبته عنها. وهكذا كانت أمهات المؤمنين معلمات للحديث الشريف، ده بجانب إن سيرة أمهات المؤمنين المباركة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أبواب للعلم والمعرفة، ده بجانب تلقيهن للحديث الشريف بشغف وحرص وعناية ودقة، ومش كده وبس، ثم تعليمهن رضي الله تعالى عنهن هذا العلم المبارك للناس رجالا ونساء، لأقاربهم حتى الموالي اللي بيشتغلوا عندهم، يعني
البيوت ساعتها في زمن النبوة الصحابة الكرام درجات في تلقي العلم، في طبقة كانت متخصصة جدا، لكن بمختلف درجاتهم كان هناك الشغف في طلب الحديث، كان هناك الحرص على تلقي سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام القولية والعملية وكل والتقريرية بدرجات ومستويات كثيرة. حتى الموالي اللي كانوا عندهم يصبحوا بعد ذلك طلاب للعلم، سواء من الصحابة الكرام أو طلاب لعلم أمهات المؤمنين. فكانت البيوت في ذلك الزمن الشريف أغلبها طلابا للعلم، المدرسة النبوية تخرج فيها الكثير من الصحابة الكرام رجالا ونساء، أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ولا ينكر ذلك، ولا ينكر ذلك الحق إلا مكذب بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا قناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا ناخد الأسئلة اللي معانا. الأستاذة هدى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتورة نادية؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. أنا بتبسط أول ما بشوفك وبسمعك والله، ربنا يسعدك ويخليك. آمين آمين أجمعين. أنا أم الولد وبنت، باباهم توفى وسابهم لي 62 سنة عمر دلوقتي، ربنا يبارك فيهم. الحمد لله في صحتي وفي ابني، بس ماشي. مش مهم صحتي، ابني بقى 32 سنة قبل ما هو أذيني أذي نفسه وتعبت، وما فيش لا امثله غير اني ادايله، وتعبت من الدعوه وما فيش اي استجابه لانه هو يصلح من حاله، لا خلى عندي صحه ولا خلى عندي مال، وتعبت يا دكتوره ناديه. هل انني لو سبت الحال سبيله وعشت لنفسي اليومين اللي فاضلين لي اسال عليه فيما بعد، ولا هيبقى اعمل ايه؟ طب انا هسال سؤال يا ست هدى، ومعلش هوني على نفسك، وهنعتبره امتحان من الامتحانات اللي بنمر بيها في الدنيا. هل يا رب يهديه ويصلح حاله، ربنا يهديه ويصلح حاله ويبصره قبل فوات الاوان، اللهم امين يا رب. ليا سؤال، انت حضرتك وهو بسبب ان الزوج توفي حضرتك دلعتيه زياده؟ أبداً. امال ايه السبب في انه، يعني هل طول عمره كان كده ولا هو تحول مره واحده ولا ايه بالظبط؟ كان بابا شديد جدا عليه، كان شديد جدا، ولما بابا توفى كان في الثانويه، حس ان خلاص اللي كان عامل اللي عليه توفى، فبدا من لحظتها ان هو يبقى بني ادم، يبتدي البني ادم ثاني خالص خالص. اتقلب بقى. طيب نوع الأذى اللي بيأذي حضرتك فيه؟ مشاكله كتير قوي قوي قوي، يعني بمجرد ما يفتح الباب وينزل للشارع عارفك قلبي بإيدي، ثلاث أرباع عمره مقضيه في السجن بسبب مشاكل مع زوجته، بسبب مخدرات، بسبب حاجات كتير قوي دكتورة نادية، حاجات كتير. ربنا يصلح الأحوال. 32 سنة مقضي منهم، فلوسي كلها راحت على إيه؟ ما عادش معايا فلوس اعالج نفسي. طب هوني على نفسك يا ست هدى، هوني على نفسك. أنا ان ربي لطيف لما يشاء. عامله عمليه جامده. سلامات سلامات، ربنا يعفو عنك، ربنا يعفو عنك يا رب. حاضر يا ست هدى. معانا استاذه منى. ايوه اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، ازي كده؟ الحمد لله يا فندم، اتفضلي. انا بس كنت عايز اسال حضرتك سؤالين واطلب من حضرتك طلب. اموريني يا فندم. الطلب كنت محتاجه بس حضرتك تعملي حلقه عن الكذب، تقولي لنا ازاي الانسان ما يكذبش، بنصلي وبنصوم، ازاي اعلم اولادي ما يكذبوش، ازاي يعني يمكن اتربينا غلط، يمكن فهمنا الموضوع بتاع الكذب كذبه بيضه وحاجات زي كده. لا الكذب ده اخطر حاجه في الدنيا. طبعا طبعا الكذب ده يعني انا علشان اغطي على كذبه كذبتها قعدت اكذب كذبه ورا كذبه ورا كذبه لحد ما لقيت نفسي خلاص مش عارفه
مش عارفة أخرج من الكدمة اللي أنا فيها دي. فأرجو، ولما قلنا الحقيقة، لما قلت الحقيقة الناس كلها، أقرب الأقرب بعدوا عني، محدش بقى يقرب لي. ما فالكذب ده حاجة وحشة أوي أوي أوي. فأرجو إنك تعملي حلقة إزاي أعلم أولادي وأولاد غيري، كل الأمهات اللي جاهلة، اللي زيي العفو جاهلة العفو بالدين، العفو العفو. إزاي ما يعني إزاي أعلم ابني ما يكذبش؟ يعني إيه ما فيش حاجة أصلا اسمها كذبة بيه. حاضر حاضر، أنا بس السؤال كمان اللي عايز أسأله، اتفضلي. أنا كان عليا، أنا عليا ديون، عليا ديون يعني ناس معينين، وهما مش قادرين يصبروا، مش قادرين يصبروا على فلوسهم، يعني شيكات وحاجات بالقسط وحاجات زي كده. فأنا توجهت لكل الجامعات وأقرب الأقربين ليا كمان واخدين عليا شيكات ومش صابرين عليا. فتوجهت للجمعيات اللي احنا بنقعد نتصل بيهم وبنساعدهم، كل الجامعات بتاع التلفزيون بدون ذكر أسماء، وكمان في الراديو والله. فكلهم أجابوا عليا إجابة واحدة بس، احنا بنساعد الغريمات. طب أنا أتحبس؟ يعني أنا أتحبس وبعدين أنتوا تفكروا تساعدوني؟ طب أتحبس وأسيب أولادي لمين وفين؟ طب أنا مش محتاجة إن أنتوا تسدوا كل ديوني، سد بس متأخر عليا شهرين طيب وكل. حضرتك برضو صوتك مسموع، ولو أي حد من الجمعيات أنا اللي هي تابعة للدولة، أنا يعني هو ده الشيء بالنسبة لي اللي مهم، يبقى فيه إشراف عليها، يعني تقدمت إنها تعين حضرتك على هذا الأمر، يبقى فأهلا وسهلا. أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة كل الله تعالى الاحترام وبركاته. والتقدير لحضراتكم جزاكم الله خير. وشخص حضراتكم وعلمكم وعملكم، جعله الله في ميزان حسناتكم وزادكم من فضله ومن فيض علمه. اللهم امين حضراتكم اجمعين. وفريق العمل فوق رؤوسنا وملء عيوننا. جزاكم الله خير. مع حضراتكم احمد عروج من غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. اهلا يا استاذه. بينما نحن نصلي في جماعه فوجئنا بالامام ينزل خلفه، واحنا اتنين والصلاه لسه. بينزل خلفه فوجد ان الصف غير مستوي. فقال سووا صفوفكم يرحمنا ويرحمكم الله. فاذا باحد المصلين بدا معه في الجدال، جدال وصل الى حد المشده. يعني عايز من حضرتك بس تفسري لي من منهم على حق؟ هو هل الامام هو ده في استهلاله الصلاه، يعني في بدايه الصلاه، بدايه الصلاه واحنا بنعد فاراد ان يوجه وكذا. فأراد أن يوجه باعتبار أنه إمام المأمومين اللي خلفه، بأن الناس تنضبط في صفوفها، أن نساوي الصفوف، الذي جادله في وكذا. طيب الذي جادله في هذا الأمر أساسه إيه في الجدال؟ أحد المصلين أساسه، يعني سوري في التعبير، عايز أقول له بالبلدي كده مالكش دعوة. بيقول للإمام مالكش ما دعوة؟ ما معناه ما قالوش حضرتك، يعني زهقان بقى وطلع زهقه على الإمام وهو مش عايز. اعتبر هذا من باب التعسف، يعني التعسف أو الرؤوسية أو السيطرة أو كذا، يعني ما شعور غامض أو إحساس غامض من المصلي ضد الإمام، وصل لحد المشدة. فعايز من حضرتك بس أعرف حاضر. من منهم على حق، هل الإمام أم المأموم؟ حاضر. واسمه وهو اسمه الإمام الذي يؤتم به، يعني أمال هم بيتكلموا عن الإمام، لابد يعرفوا أنه ربنا سبحانه وتعالى علمنا أنه بيجعل هناك القائد وهناك المتبوعين له، فهذا هو قائدهم في الصلاة، ونوضح الأمر. أستاذة آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مبدئيا حابة أشكر حضرتك على النور اللي بتنورنا بيه طريقنا. يا رب يبارك في عمرك، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب. اللهم امين يا رب. انا حابة اسأل، انا بقرأ كل يوم سورة البقرة كاملة، فانا بابايا متوفي، لو انا عايزة يعني اعدد النية دي ليا مثلا لحفظي وكده، والبابايا برضو وكذا، اعدد النية لكذا حاجة ممكن؟ وانا لما بقرأها بتوب وبدمع دموع كأني يعني حد ضاربني من كتر العياط اللي بعيطه من المتوبة. تاني حاجة، هو ممكن حد يتولد حظه وحش في الدنيا؟ مفيش حد حظه وحش في الدنيا، بمعنى يعني هقول لك وحضرتك تفهمي، يعني انا يعني كل حاجة بحبها في حياتي راحت مني، بابايا خالي كذا حد يعني اللي اقرب ليا بيروحوا مني، الحمد لله على كل حال. لما جيت اتجوز انا كنت متجوزة
كنت بتعامل بحسن نية معاه ومع أهله وكده، بقى يجي عليا بالحاجة الوحشة، بإهانات وضرب وبخل وكل حاجة. يعني اتطلقت، ما استحملتش واتطلقت. بس طب دلوقتي بما إن حضرتك ضربتي المثال ده، ما يمكن انا كان اختيار، بدل ما اقول انا حظي وحش او اسمتي معرفش كذا، مش يمكن انا اختياري كان متسرع يا ايه؟ ما انا مش عارف، انا دلوقتي يعني انا معلقش، انا ليه بس خدت المثال لانه يوضح المساله. انا النهارده اتسرعت، ما سالناش عليه كويس، ممكن ما اديناش وقت لنفسنا. كل حاجه بقدره ربنا، مش لو ربنا مش عايز لنا كده كان عيبنا مثلا. لا وهو اداكي عقل تفكري، الحياة في الدنيا اداني عقل. انا لما امال اداني العقل ليه؟ انا لما دخلت الحياة مثلا كنت اقول على نفسي مثلا كنت ساذجة، ماليش خبرات، ماليش، مش عارفة حاجة، من الكلية للبيت ومن البيت للكلية. طيب والاهل كانوا فين؟ مش عارفة، ما حد، ما برضو احنا في حنة وغلابة جدا جدا. يعني مثلا اتعاملت في الموقف ده وتعاملت بما يرضي الله، وعدني ربنا بناس مش كويسين سبتهم. بس دلوقتي بقى انا بظهر قدام الناس انا جامدة ومستحملة الموقف والطلاق وانا لسه سني صغير، بس بقى ما عادش عندي ثقة في اي راجل خالص. بقى جوايا يعني حزن، بس مش مبينة، بس جوايا حزن شديد، بس مش قادرة. انا ما عادش عندي ثقة. وبتدعي ربنا يرزقك؟ بتدعي ربنا يرزقك ولا لا؟ بدعي وبقيم الليل وبصلي وواثقه في ربنا، بس جوايا ما مش لو انا واثقه في عطاء الله مش هبقى مهزوزه كده. قد ما أعمل غصب تلعب بيا، تلعب بيا الوساوس شويه، بس انا عندي يقين. اروح واتزلزل شويه من الموقف، بس عندي يقين ان العاطي حكيم، ان العاطي حكيم، وانه المانع العاطي، ما منع الا ليعطي. وكل ما المعنى ده اتحقق فيه بقلبي، كل ما أدوق معاني تانية وكون عندي أكثر هدوءا. بروح وباجي ما فيش مشكلة، إحنا بشر. لكن إن شاء الله نفصل لحضرتك الأمر. أستأذن حضرتكم في الفاصل ونلقاكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى. مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام. ست هدى حزينة على ابنها اللي كان الوالد رحمة الله عليه كان شديد قوي مع ابنها زوجها يعني. فالولد بعد ثانوية العامة الوالد توفي، وهو يعني كأنه خرج يعني من أو انفك من عقاله، يعني طلع بقى انفلت ماشي مع نفسه يعمل بقى اللي عايزه، وهي مش عارفة تحكم السيطرة عليه. ويبلغ من العمر 32 سنة، بتقول حاولت معاه كل المحاولات. لا، نستمر في الدعاء الدعاء الدعاء. قولي اللهم إني عجزت عن إصلاح ولدي، اللهم فأصلحه لي. قولي ده في جوف الليل، فالدعاء فيه أسمع. ونسأل الله سبحانه وتعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في وأقولها بحضور قلب، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من أدعية القرآن المهمة واللي المفروض إحنا نرددها، مش بس وقت ما أحس إن ذريتي أو أولادي فيهم حاجة مضايقاني أو تعباني أو إن هم ليسوا على الجادة أو ليسوا على الصواب. لابد الإنسان يدعو بهذا الدعاء. أدعية القرآن لا نهجرها، وندعوها بحضور قلب: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. لأن إحنا مهما نعد نعم الله علينا فلا تعد ولا تحصى. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. سلي الله في جوف الليل، فالدعاء فيه أسمع. وسلي الله عقب الصلوات، وصلي الله في سجودك في الصلوات، وسلي الله سبحانه وتعالى في ساعة الجمعة. ترقبي هذه الأوقات الشريفة والأزمان والأحوال الشريفة للدعاء والإلحاح، الإلحاح الإلحاح بالدعاء. لا مانع من إن أنا أستعين إذا كان ذلك في الإمكان بمتخصص أو بأهل التخصص النفسي. إزاي أتعامل مع ابني في المراحل دي عشان ما تتحطيش أنت كمان في ضغط نفسي جامد؟ لأنه لما بعامل يعني نفس معوجة
قد تضع الإنسان في كثير من الضغوط اللي ربما تأتي بالمرض أو الحالات النفسية اللي ممكن يتأثر بها. إن كان ذلك ممكنا فهو برضو من باب الأخذ بالأسباب، إزاي أتعامل معاملة تكون ناجحة لإصلاح هذا الشاب وتعديل الحالة السلوكية بتاعته. وأسأل الله تعالى أنه يهديه ويبصره بالخير قبل فوات الأوان، اللهم آمين. حاضر يا ست منى عن الموضوع اللي حضرتك حابه ان احنا نتكلم فيه ان شاء الله، وان حضرتك بتتكلمي عليك ديون واحنا يعني ناشدنا وفك كرب الناس، ده من القربات الكبيره، لان خير الناس انفعهم للناس، وتعلمنا من حضره رسول الله عليه الصلاه والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، وكرب الآخرة صعبة وشديدة وتحتاج معونة، المعونة اللي هتعنا ان احنا نعين بعض في الدنيا فنعان في الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الأستاذ أحمد بيكلم في صلاة الجماعة، الإمام التفت إلى المصلين في بداية الصلاة فوجد الصفوف مش منتظمة وأخبر المصلين بأنهم يضبطوا الصفوف. طيب، من السنن المؤكدة ضبط الصف، ضبط صف المأمومين خلف الإمام. الإمام يعني إيه؟ يعني القائد، وبالتالي دور الإمام هو تنبيه الناس على هذه السنة كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما الإمام ليؤتم به. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسددوا الخلل. يعني كان بيوجه المأمومين الإمام، سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام كان يوجه، وإذا أم بالناس في الصلاة كان يوجههم إلى ضرورة ضبط الصف والقضاء على الخلل بين المصلين تلتحم صفوف المصلين. فما صنعه الإمام هو من السنة المؤكدة يا أستاذ أحمد، وما ينبغي أبدا على أي من المأمومين إن هو يعترض بهذا الأسلوب، وإن كان في نفسه شيئا صارح به الإمام عقب انتهاء الصلاة ولم يشوش على المصلين بهذه الصورة. آية بتقرأ كل يوم سورة البقرة، فهي بتقول: ماذا لو تعددت النية لكذا حد أو كذا حاجة؟ لا بأس، وكنا لسه قايلين إنه يصل ذلك بإذن الله تعالى ويحصل لكم الثواب إن شاء الله. وما تلتفتيش لمسألة أنك بتتوبي أثناء قراءة القرآن الكبير، استمري ولا تلتفتي لما يحدث لك أثناء القراءة، وأوهبي الثواب: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لروح والدي، إلى روح فلان، إلى روح أمواتنا من أقارب والدي، أقارب والدتي، أقاربنا جميعا، لمن تشائين أن تهبي هذا الثواب. فبعد ما بتخلصي بتصدقي وبعدين تقولي: اللهم هب مثل ثواب هذا إلى كذا. عايزة بتقريها لحاجة معينة: اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن العظيم كذا وكذا وكذا، إن كان ذلك في شيء تقرأين من أجله، أو قلنا الدعاء الخاص إذا بنوهب الثواب لأحد من نريد أن نهب لهم ثواب القراءة، ونسأل دائما الله القبول. معانا برضو سؤالها التانين، هي بتقول: هو في حد في الدنيا نقدر نقول حظ وحش إنها اتجوزت وبعدين كانت بتتعامل بالحسنى ومع أهل الزوج وهو لكن عملوها معاملة وحشة انتهى الأمر إلى الطلاق؟ حكاية لما أنا ربنا سبحانه وتعالى عرفنا عليه بأنه الله الرحمن الرحيم الحكيم الخبير العليم، يبقى أنا تعرفت إلى أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى عشان ما تهشي في المشاكل اللي ممكن تقابلني فتصرفني عن هذه المعاني. الله رحيم يبقى مش هيعيشني في بؤس، الله رحمن أوجد كل شيء وأقام كل شيء في الوجود لخدمة الإنسان، بس على الإنسان دور، خلقه وأوجد له عقل وأرسل له رسل ورسالات، واللي بيستمر في عملية إنه يفهم ويتعلم تزداد حكمته،
وبالتالي أنا وأنا ماشي في طريقي في الحياة الدنيا دي أنا عارف أن أنا في طريق كله امتحان وابتلاء، على الإنسان أنه يجتهد ويأخذ بالأسباب مع الأيادي المرفوعة بالدعاء المرفوعة إلى السماء بالدعاء، نسأل الله من فضله ونسأل الله التوفيق في سائر التصرفات والأفعال، ونعرف أن احنا مهما كانت عندنا الوسائل والأسباب اللي بناخد بيها نأخذ بيها عبادة لأن الله أمرنا ذلك، فنسأله دوام التوفيق، نسأله دوام المعونة، والإنسان بيحتاج إلى ذلك. فاداني عقل أفكر بيه، واداني شرع أمشي على هديه. الشرع قال لي أنه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض كما في إحدى الروايات. هل إحنا ده لما جي درسناه؟ هل ادينا لعقلنا وقت حتى ما أقول أصل إحنا ناس غلابة وإحنا ناس؟ عقلي يشتغل، لابد المؤمن أنه طيب حصل وإحنا ما فكرناش، ما نعرف أنه إيه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أنه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإيمان نصف صبر ونصف شكر يا صاحبة السؤال، وسل الله من فضله بإن يرزقك زوج صالح لا يؤذيك ولا يخزيك، ونسأل الله تعالى لك ذلك وأن يعطيك ما تتمنين وفوق ما تتمنين، اللهم آمين يا رب العالمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.